السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانفا دخلت فيها فلقيت فيه تولز نازلة جديدة زي مثلا سبيد بانتر، فانت عندك صورة وكأنك انت بقى هترسمها، فدوست عليها واقول له ان انا عايز استخدمها في نيو ديزاين. بيقول لي انت عايز اني مقاس، فانت بتختار المقاس او ممكن اي صورة عندك، هتدخل على الابس اللي هنا وتبدأ تضيف سبيد بانتر، فبيقول لك اختار صورة اللي هو هيبدأ ان هو يرسمها. فممكن تختار اصلا صورة من ديزاين او اليمنت، خلينا نختار مثلا الشعر دوت، تمام. فبيقول لك انت عايز ترسم في كام ثانية، خلي في 5 ثواني، تمام. الكلر يلونه في 3 ثواني، وخلينا نشوفه هيعملها لنا ازاي بحيث تظهر الروحة فاضية، وبعد كده يظهر الإيد وإنها بترسم الرسمة، وبعد كده يبدأ التلوين. فعمله لنا هوت، فينيكس أكاديمي. ممكن لو عجبنا أقول له أد تو ديزاين، فيبدأ إن هو يحطهولي. نقدر نظبطه بقى في اي شريحة من الشرايح، طبعا اكبره اهو، فجميل ما شاء الله.